عاش الشباب اللي بيحمي بروحه بلده، عاش عاش الشباب اللي بيبني بعرقه ومجده، عاش عاش الشباب اللي بيهزم اي يأس مهما شافه، عاش اللي شايل حلم بلده همها فوق كتافه، عاش الشباب صباح الخير عليكم اعزائي المشاهدين، وصباح الخير على كل شباب مصر، وصباح الخير على زملائي الموجودين معايا النهارده في برنامج عاش الشباب. صباح الخير عليكم يا شباب. صباح الخير عليك يا نات. لما نقول شباب يبقى اكيد بنقصد مصر كلها، شرقها غربها، نيلها وزرعها. لما نقول شباب يبقى اكيد بنقصد بكره، وبكره اجمل فكره لما تكون متزينه بمشروع متحول لفكره. والنهارده هيكون اعزائي المشاهدين معانا محضر لنا ايه معاك النهارده كريم؟ معلش انا اسفه. وفي الفقره الاولى من برنامج عاش الشباب هتكون فقره متميزه جدا لانها فقره ابداع، ولان الضيف اللي معانا هو وفريق عمله قدر يحول مخلفات الموز الضاره الى منتجات نافعه تم تصديرها عالميا، وكمان لان المشروع متميز حصلوا على العديد من الجوائز، ومن اهمها جائزه شباب العرب للريادة. وهيكون معانا ومعاكم ان شاء الله فقرتنا الاولى انا وزميلتي ناهد الاستاذ محمد يسري مؤسس بنان ارض، واللي هيكلمنا عن المشروع بدايه من الفكره للوصول للعالميه بكافه تفاصيله. صباح الخير عليك يا كريم، وصباح الخير والامل والتفاؤل على كل مشاهدينا الكرام من عاش الشباب. ربنا لما اتكلم عن حاجه مهمه في القران سبقها بقسم، ولما اتكلم عن حاجه اكثر اهميه سبقها بقسمين، والاكثر اهميه بثلاثه واربعه، ما سمعناش عن اكثر من كده الا لما اتكلم عن النفس، الشيء الوحيد اللي سبقه ب 11 قسم. وطبعا ما فيش حد في الدنيا ما عندوش مشاكل نفسيه بتواجهه، سواء بقى كانت مشاكل صغيره او كبيره، بس الفكره اننا نتعامل مع المشاكل دي ونواجهها ازاي. ومع الاسف في اقوال كتيره عن ان النفس هي ضد الفرد. علشان كده هيكون دي فقرتنا الثانيه النهارده في عاش الشباب الدكتور احمد يوسف الروبي اخصائي نفسي، اللي هيكلمنا عن العلاج النفسي وازاي نواجه ضغوطات ونتغلب على ضغوطات الحياه. وفقره جميله جدا ان شاء الله مع حضراتكم. بصبح على كل مشاهدي عاش الشباب، وبصبح على كل زمايلي. كتير مننا بنحس ان احنا بنعدي باوقات صعبه جدا، بنبقى عايزين حد يقف جنبنا ويساعدنا وكمان يشخص حياتنا. وعشان كده النهارده محضرين لكم فقره مهمه جدا هنتكلم فيها عن طبيعه النفس البشريه، وعن ازاي الامراض النفسيه الموجوده في مجتمعنا بقت منتشره جدا، مع دكتور احمد الروبي اخصائي ماجستير الصحه النفسيه، اللي هنتكلم النهارده في فقرتنا روجيتا صحتك النفسيه، وهتكون الفقره الثانيه معاكم. وزي ما قال كريم في فقرتنا الاولى هيكون معانا مشروع صديق للبيئه ولكل افراد المجتمع، وكمان هم نموذج مشرف لكل شباب مصر لانهم تحدوا البطاله ورفضوا ان هم يقفوا في محطه انتظار الوظائف الحكوميه، وفضلوا العمل الحر المتميز بالابداع. هيكون معانا ومعاكم اعزائي المشاهدين في الفقره الاولى الاستاذ محمد يسري صاحب مشروع بنانا ارت، واللي هيكلمنا اكتر عن مشروعه. اعزائي المشاهدين هنطلع فاصل، وبعد الفاصل الفقره الاولى معايا انا وكريم والاستاذ محمد يسري صاحب مشروع بنانا ارت. فاصل ونرجع لكم بسرعه. ورجعنا لكم اعزائي المشاهدين مره تانية في اولى فقرات برنامجنا برنامج عاش الشباب، وفقره المشروعات صديقه البيئه مع الاستاذ محمد يسري مؤسس مشروع بنانا ارت. صباح الخير عليكم استاذ محمد ومنورنا النهارده. صباح الخير واهلا بيكم. برحب بيك يا استاذ محمد، وبرحب بكل مشاهدينا الاعزاء. يا اهلا بيك. في البدايه عرفنا بنفسك يا استاذ محمد، وعرف كل المشاهدين بحضرتك. أنا محمد يسري مؤسس شركة بنانا أرت أو مبادرة بنانا أرت. أنا من سوهاج من صعيد مصر. إحنا الفكرة بتاعتنا إن إحنا بدأت في 2018، بدأت كأي فكرة صغيرة جاية من مشكلة واقعية موجودة في المجتمع. كانت المشكلة إن في مخلفات كتيرة من أشجار الموز موجودة في سوهاج. أشجار الموز الموجودة في سوهاج كميات كبيرة، يعني على حسب الاحصائيات الاخيره 2018 مديه الزراعه في سوهاج كانت اكثر من 60,000 طن مخلفات سنويا تنتجها المحافظه من زراعه الموز. مفيش اي وسيله للمزارع او الدوله التخلص منها الامن
في الوقت الحالي غير ان هو يحرقها او يرميها في نهر النيل ويتلع، وده كان بيعمل مشاكل كتيره في القرى او المناطق اللي بتزرع الموز، غير الخلافات العائليه اللي كانت بتحصل لما بتتحرق والدخانه بتطلع والكلام ده، لحد ما وصلنا ان احنا ممكن نشتغل على المخلفات دي، الكميات الكبيره اللي يعتبر ثروه من وجهه نظرنا، ان احنا ازاي نبدا فيها او ازاي نبدا نشتغل عليها. دي كانت الفكره، وبدانا بالفعل ان احنا بدات خطوات اجرائيه ان احنا نفكر كاستثمار او كتدوير المخلفات دي بطريقه امنه. طبيعه الشغل اللي اختصيتوا بيه مشروع بنانا ارت ايه بالظبط؟ احنا كانت الاول طبعا حاجات كتير او منتجات كتير احنا اشتغلنا عليها، كانت البدايه ان احنا طبعا عملنا حاجه بسيطه ان احنا خدنا الساق بتاع شجره الموز اللي هي المخلف المنتشر بشكل كبير في سوهاج واللي بيعمل كميه مخلفات كتيره وبيعمل تلوث كبير في المجتمع، ان احنا نشتغل على الساق بالتحديد، واشتغلنا بيها بالفعل، طلعنا الياف. الالياف دي بمكنه بسيطه يعتبر انا بسميها بدائيه ثمنها رخيص، دي بتطلع الالياف، الالياف دي عباره عن خيوط، الخيوط دي ببدا اشكلها في منتجات مختلفه كتير. احنا بدانا الاول عملنا حبال، الحبال الصغيره. الالياف اللي بتطلع من الساق في مراحل بتمر بيها الاول قبل ما تبقى الالياف دي؟ طبعا اول حاجه هي الساق، الساق دي بتكون زي الشرايح موجوده في الشجره نفسها. احنا بنقسم الشرايح دي الاجزاء صغيره عشان تدخل في المكنه، عشان المكنه حجمها صغير بنفصلوها عن بعضها، بنفصلها عن بعضها، هي طبقات فوق بعضيها الساق بالتحديد، وبنشتغل بالفعل بندخلها مجموعه من الفتيات تشتغل عليها او شباب ايا كان، اي حد ممكن يشغل مكنه صغيره ممكن اي حد يشتغل عليها، ودي تعتبر مصدر دخل كبير. يعني مكنه مش هتحتاج الى دورات تدريبيه او تدريب الشباب عليها، بندرب لمده يوم او يومين والشاب بعد كده يبدا يشتغل عليها بطريقه، وهي فيها جميع وسائل الامان عشان ما يحصلش فيها مشكله، خاصه لو كانت في ستات، وخاصه احنا بنستهدف اكتر المراه المعيله اللي ممكن يكون لها مصدر رزق او مصدر دخل ثابت باستخراج الالياف، وده بالفعل احنا اتكلمنا ان احنا ممكن نشتغل عليه في سوهاج، بنعممه في المناطق اللي فيها مخلفات، بدل مزارع ممكن يرمي المخلفات، لا ممكن ست البيت، ممكن ابنه في البيت او الناس دي، ممكن هي اللي بتطلع الالياف من المخلفات اللي هو بيرميها، وبيدخل مصدر رزق او بيدخل فلوس تاني اضافيه للمزارع بدل ما يرمي المخلفات او الثروه اللي هو يرميها. طب يا دكتور، متى بدا مشروع بنانا ارت؟ احنا كانت الفكره بدايتها كانت السنه اللي فاتت، كانت شهر 4/2018 بدات، كانت في اختبارات ومجموعه من التجارب اللي حصلت عشان نوصل للمنتج النهائي اللي احنا وصلنا له في الوقت ده، ان احنا في اشكال كتير من المنتجات واجهنا تحديات كتير، واجهنا صعوبات كتير عشان نوصل. احنا كان الاول طبعا ما كانش في وعي للمزارع ان المخلفات، لا انا خلاص هرميها وما عنديش قدره ان ممكن انتظر حد يجي ياخد مني المخلفات، وهل انتوا جاديين بالفعل ولا لا؟ بالفعل كان في حاجات ان احنا في توعيه، وكانت دي بمساعده مديريه الزراعه في سوهاج الدكتوره امل اسماعيل وكيله الوزاره، بالاضافه للمحافظه عندنا السيد المحافظ قابلنا وحب ان هو ممكن يدعمنا ان احنا نعمل توعيه اكتر للمزارعين في المخلفات، ازاي ان احنا نسلم لنا المخلفات. كل سبل الدعم الى حد ما كانت سبل الدعم كبيره خالص من السيد المحافظ في سوهاج والدكتوره امل وكيل الوزاره، يعني الدكتور احمد الانصاري التقى معانا اكتر من لقاءين، بالفعل كان في تسهيلات سواء مع جهاز شؤون البيئه، تسهيلات مع مديرية الزراعة. كان في دعم من المؤسسات الحكومية ليكم؟ طبعا، يعني السيد المحافظ والمديرية الزراعة وجهاز شؤون البيئة كان في دعم، وكان في تسهيل لحاجات كتير ان احنا ممكن نشتغل فيها، عشان احنا ما نقدرش ندخل المراكز دي او المناطق دي، خاصة تغيير ثقافات المزارعين بتكون صعبة شوية، بس لما يكون حد من جهة حكومية او حد لسلطة في المنطقة اللي انت تشتغل بتدخل فيها بتكون في تسهيل ان انت ممكن تتكلم مع المزارعين. احنا ناخد منها، وبالفعل كان في تجاوب منقطع النظير من المزارعين، هو فرصة ان طبعا المزارع في عائد طبعا بيعود عليه. طبعا لو اول المزارع كان بياخد المخلفات بيقطع الشجرة بيرميها سواء ما عرفش اهميتها، وكمان هو في عبء عليه مادي ان هو لما يقطعها عايز عامل عشان يقطع الشجره، لا احنا دلوقتي احنا بناخد منه المخلفات اول ما يجني الثمره على طول مباشره. يعني احنا في حته مهمه في غايب عن ناس كتير، ان شجره الموز اول ما انت تاخد الثمره مباشره لازم تقطع الشجره
وبتقوم الام والحفيده بعد كده بتقوم بدور الثمار للسنه الجايه او المرحله الجايه. طب بالنسبه للشغل اللي قدام حضرتك يا استاذ محمد، ايه طبيعته وازاي اتعمل؟ دي تصميم او منتج من المنتجات اللي احنا بنشتغل عليها. ده احنا لسه طالعين بيه جديد، ده طقم مكتب، ده كله يدوي، مفيش اي ماكينه ولا اي حاجه تدخل عليه بعد المكنه استخراج الالياف. ده كله البنات اللي بتشتغل عليه، ده كله الياف موز اللي احنا شايفينه الابيض، ده كله الياف موز. ده جلد طبيعي. طب هو بيتفرد على جهاز ولا بيشتغلوه ازاي؟ طيب احنا في نول خشبي، كل حاجه بدائيه، مفيش حاجه الكترونيك خالص فيها. النول ده خيوط معينه بنشتغل عليها، بنجيب الالياف اللي احنا استخرجناها من المكنه، بالبنات بتشتغل عليه، بتطلع حصيله بالتصميم اللي احنا عايزين نشتغل عليه او الفكره اللي احنا حابين نشتغل عليها، بيطلع بالاشكال اللي احنا حابينها. زي ده احنا طقم مكتب، دي حاجه كانت بسيطه، ده جلد طبيعي، ده كل الخيوط بالايد، مفيش اي مكنه دخلت فيه، ده الياف طبيعيه، مفيش اي مواد داخله في المنتج نهائيا معانا. طب يا دكتور يا استاذ اسف، عايزين نعرف ايه الرؤيه المستقبليه لمشروع بنان ارض وازاي بيتم التخطيط ليها؟ احنا بنفكر في حاجات كتير. احنا بنفكر يكون اسم بنانا ارت مش في مصر بس، لا احنا بنفكر يكون خارجيا عالميا. احنا حابين المنتجات بتاعتنا تكون موجوده في مصر بطريقه اوسع، كذلك نطلع بره مصر. احنا كنا بنفكر في اخر لقاء كنا مع السيد المحافظ ان احنا ننشر الفكره اكتر في محافظه سوهاج، ان احنا نخلي جميع المزارعين بالتعاون مع مديريه الزراعه ان ممكن يكون عندهم الماكينات دول المزارعين في الارض الزراعيه بتاعتهم بالفعل، بدل ما حرقها او يرميها، المكنه دي بتكون موجوده، هو دايركت بعد ما يخلص جني الثمار يبدا يطلع الالياف، واحنا نتكفل ان احنا نشتري منه الالياف. ده يعتبر دخل ثابت اضافي للمزارع بعد طبعا بعد جني الثمار وبيع الثمار واول الكلام ده يعني كله. يعني الحكومه هتساهم مع حضراتكم في ان هي تساعد المزارع ان هو يستخدم الشجر الموز التالف اللي عنده استخدام افضل من ده. الرؤيه اللي احنا الرؤيه والتسهيلات اللي احنا شفناها في المحافظه، نامل ان ان شاء الله تكمل مع مديريه الزراعه وتكمل مع السيد المحافظ خلال المرحله اللي جايه ان شاء الله، ويكون سوهاج نموذج قوي لمشروع قومي ان ممكن يطلع بيه ان سوهاج تكون المصدر الرئيسي لتصدير الياف الموز او المنتجات الحرفيه من الياف الموز. طيب لو احنا رجعنا تاني لشجره الموز وقلنا، هل شجره الموز بتطلع حاجات تاني غير الالياف؟ احنا بالفعل شجره الموز دلوقتي احنا بناخدها كلها دلوقتي، يعني احنا الموز احنا بناكله، الساق بالتحديد احنا خلاص بناخد منه الالياف، في حاجات بتنزل بعد الالياف اللي احنا بناخدها اللي يعتبر زي الفرم، ده بنشتغل عليه كومبوست، ده سماد عضوي. السماد العضوي ده احنا بنبيعه للمزارعين، يعني الطن يتراوح بين 280 ل 300 جنيه، ده المزارع ده بطرق برضه بدائيه، فيش غير بعض الكيماويات البسيطه اللي بتتحط عليه، ده بيكون اضافه لينا واضافه للمزارع. طب هل في تسويق الكتروني بالنسبه للمشروع على الانترنت؟ احنا في اكتر من قناه تسويق في الوقت الحالي اللي احنا بنشتغل عليها دلوقتي. احنا عندنا الموقع الالكتروني بتاع الشركه دلوقتي اللي احنا شغال، احنا اشتركنا في اكتر من شغل، يعني اشتركنا اول حاجه في اكتر من معرض موجود هنا في القاهره، يعني كنا موجودين المرحله اللي جايه هنكون في كرافت، هيكون في مدينه نصر في ارض المعارض. احنا بنشترك في اكتر من معرض، بالاضافه اللي احنا معانا موجوده صفحه باسم بنانا ارت هاند ميد، ده على شبكه التواصل الاجتماعي، ده بيكون عليها تسويق وتسويق بقوه. بعض المواقع الالكترونيه المتخصصه في الهاند ميد او المتخصصه في المنتجات اليدويه هي بالفعل شركاء معانا في تسويق المنتجات بنسب معينه. احنا في بروتوكول تعاون مع وزاره الصناعه، مركز تحديث الصناعات كريتيف ايجيبت، وفي برضه في موجود المنتجات بتاعتنا في التجمع الخامس. ده دي بعض القنوات اللي احنا بنشتغل عليها في الوقت ده. طب ده تسويق محلي يا استاذ محمد، في تسويق عالمي؟ طيب في تسويق عالمي بس غير مباشر طبعا، عشان التصدير والخطوات التصدير طبعا احنا لسه في البدايه، او احنا مجموعه شباب لسه في بدايه الفكره، بس احنا وصلنا للعالميه ببعض الطرق. يعني احنا كنا مقدمين على مسابقه كانت في الكويت العام الماضي، مسابقه الشباب التطوعيه. ده طبعا كنا احنا خدنا مركز اول على افضل المبادرات على الوطن العربي، وده كان بالفعل كان في تسويق في الكويت، كان في مجموعه من المنتجات، وفي كتير تواصل معانا، يعني منها الهيئه الاردنيه الهاشميه في الاردن تواصلت معانا وكانوا حابين ان يكون في تعاون بيننا وبينهم وننقل الخبره او الفكره ليهم
في دولة الكويت في المرحلة القادمة إن شاء الله؟ طبعا أكيد مشروع زي ده بنانا أرض أكيد لابد من توافر أدوات حديثة. ليه؟ هل هي بتستخدم ولا لسه لم تستخدم؟ والله هو احنا لو احنا اتكلمنا على التكنولوجيا الى حد ما او هي الماكينه اللي احنا وصلنا ان احنا ممكن نطلعها الاول طبعا عشان انت ممكن نشتغل على الالياف احنا بكون بنطلعها بايدنا او الكلام ده. دلوقتي انت لما يكون في مكنه دي ممكن يعتبر دي حاجه متطوره شويه واحنا بنفكر في المرحله اللي جايه ان احنا نطلع بمكنه فيها تطور اكتر من المكنه الموجوده في الوقت الحالي. كان في مشاركة من رجال الأعمال ولا ده كان مجهود ذاتي من بنانا أرت وفريق عملها؟ لا هو للأسف ما كانش فيه أي دعم من رجال أعمال. هو يعني إحنا تعبنا في حاجات كتير في المرحلة اللي فاتت كشباب بس في بعض الجهات طبعا ساعدتنا. طبعا أول جهة اللي إحنا ممكن بدأت معانا في الخطوات هي مؤسسة ورثة التنمية الاجتماعية طبعا أستاذة ناهد يسري. كان في دعم في الأول إن إزاي نوصل بالفكرة وإزاي نطلع بالمنتجات. بعد كده وصلنا مع مصر خير في مشروع دلوقتي حرفتك مستقبلك ده بالتعاون مع بنك القاهرة. ده قرب مجموعة من الشباب وطورنا بعض المنتجات. في هيئة كسب الإيطالية شجعت البنات إزاي يعملوا تصميمات جديدة أفكار جديدة إزاي نسوي للمنتجات للمرحلة اللي جاية. دي لبعض الحاجات. أما أغلب التمويل المالي ده كان مننا إحنا كشباب بالمبادرة مجهودات شخصية مننا يعني تعبنا في حاجات كتير. جميلة يا أستاذ محمد. طب وهل في مؤسسات ساعدت على نجاح المشروع أو جهات؟ هو اللي احنا ممكن ذكرنا معاهم ده الجهات الغير حكوميه. في جهات حكوميه طبعا احنا اللي اشتغل معانا زي المحافظه طبعا زي ما اتكلمت في الاول. بالتحديد في المحافظه دكتور احمد الانصاري سيد المحافظ طبعا اتقابل معانا مرتين. كذلك الجامعه عندنا جامعه سوهاج الدكتور احمد عزيز رئيس الجامعه اتقابل معانا وكان في دعم من الجامعه ان احنا ممكن نشارك في المعارض. كذلك ان احنا اتكلمت معانا الدكتوره امل اسماعيل وكيله وزاره الزراعه في سوهاج. الدكتورة أمل في أوجه مساعدة في حاجات كتير إن إحنا ممكن مرحلة جميلة والله يا أستاذ محمد اللي بيمر بيها مشروع بنانا أرت. بس إحنا كنا عايزين كده في عجالة سريعة من الأستاذ محمد اللي من قلب صعيد مصر كلمة جميلة لشباب مصر بما إنه حارب البطالة وعمل فريق متميز من مشروع بنانا أرت. والله احنا يعني المبدا اللي احنا بنفكر فيه كمجموعه من الشباب ان احنا بنفكر هنعمل تمكين اقتصادي بايدينا مش ننتظر برضو الوظيفه الحكوميه اللي لسه معششه في دماغ بعض الشباب. زي ما بيقول لك المثل عندنا اللي فتك الميري يتمرمغ في ترابه ودي مقوله انا ما بحبهاش. لازم نفكر في مشروعات صغيره. لازم نفكر ان احنا ازاي نطلع بافكار جديده. الافكار الجديده موجوده عندنا سواء في الصعيد او في وجه بحري او في مناطق ثانيه بس لازم نفكر ازاي نوصل للافكار دي وازاي نعرف نسوق لها وازاي نبني فريق مع بعضين. ربنا ان شاء الله يوفقك يا استاذ محمد ومن المحليه للعالميه باذن الله. وفي نهايه فقرتنا بشكر استاذ محمد يسري مؤسس مشروع بنانا ارت كل الشكر والتقدير لوجودك معانا. شكرا لك يا زناي. شكرا لك. بشكرك يا نايد وبشكر الاستاذ محمد يسري اللي نورنا النهارده. شكرا لك. فقرتنا النهارده في عيش الشباب والحقيقه كانت فقره جميله جدا وكنت مستمتع وانا على المستوى الشخصي انا سعيد بتواجد حضرتك معانا النهارده. بشكرك جدا. شكرا لك انا اكتر. شكرا. بشكر زميلي الكريم على مشاركته ليا في فقره مشروع بنانا ارت. هنطلع فاصل اعزائي المشاهدين وبعد الفاصل هنرجع للفقره الثانيه وفقره مهمه جدا مع زميلي احمد وزميلتي مروه واخصائي الصحه النفسيه دكتور احمد الروبي. عاش الشباب اللي